2014 قلناها ووصلناها كأمانة أولا، ثم كذلك قناعة. احنا مقتنعين باللي هذه المنطقة وبشكل عام منطقة كل الهضاب العليا يجب أن تعرف تقسيم إداري جديد يواكب الدينامية الاقتصادية الجديدة. منذ تأسيسنا ونحن نتحدث لا سلطة إلا سلطة الشعب، ولا سيادة إلا سيادة الشعب، ولا جمهورية ولا دولة بدون نظام جمهوري يقرر فيه الشعب مصيره في كل المجالات. نعيش بما يأتينا من وراء البحار ونصدر ما هو حق الأجيال القادمة. أساء تسيير الدولة وأساء التصرف في شؤون في ممتلكات وخيرات الشعب. المواطن يجب أن يعرف بأن صوته هو سلطة، فعليه أن يدلي بهذه السلطة في إطار ما يأتي بالإيجابي لهذا الوطن وللمواطن. وعلى المواطن أن يعرف بأن صوته يغير فلا يستهين به، وهذا هو دورنا. دورنا أن نقول للمواطن بالمشاركة، وأن نقول للمترشح بالوفاء بما يعد به. أكد بأن النظام الحاكم في بلادنا المتفسخ والمغنغن بالفساد أصبح أكبر خطر على الأمة وبالتالي على غالبية الشعب، لأن سياسته تجسد القطيعة مع الثورة التحريرية فالاستقلال، وهو يرجع الهيمنة الخارجية لأنه في خدمة أقلية أوليغارشية مفترسة. نريدها أن تكون هذه الانتخابات حقيقة درس في الديمقراطية للجميع، أن تكون هذه الديمقراطية نزيهة وشفافة، لأننا نريد حقيقة من خلال هذه الانتخابات شفافة ونظيفة أن نبني مؤسسات اللي عندها شرعية. بهذه قوة الشرعية تقدر تسير هذه المؤسسات. إذا كان هذه المؤسسات تكون منقوصة الشرعية مستحيل أنها تمشي للأمام. كثر خير ربي ليرشد أمتنا مسلمين سنيين ومالكيين موحدين حتى في الدين. اليوم يا إخوان الدولة واقفة، وزارة الشؤون الدينية قائمة، الشرطة تدير واجبها كي يكون لازم تدير واجب. أنتم الجزائريين اللي تحفظوا الإسلام من الشيعة ومن الأحمدية ومن كل درويش اللي يحبوا يخربوا لنا دارنا.